ايه ده؟ انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انا مراقبك بقالي يومين، وراقبت كل تحركاتك وبيتك. اما دخلت البيت ازاي؟ ده امر مش صعب. اسهل حاجه انك تدخل بيت الناس. انا هطلب لك الشرطه. مالوش لازمه يا دكتور، انا مش جاي اهددك او اذيك، انا جاي انور بصيرتك. اقعد بقى عشان نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ اقعد وانا فاهم. قعدت. ممكن بقى اعرف انت مين وعايز ايه؟ انا الحاوي اللي بيطلع من الجراب حاجات ما تخطرش على بال حد. حاولت اكلمك كتير بس انت ما كنتش مهتم. انت بقى اللي كنت بتكلمني في الموبايل. ايوه، حاولت اوصل لك معلومه خطيره جدا يا دكتور، انت ما كنتش مصدقني ساعتها. طيب يا ريت تختصر وتخش في الموضوع. لا، الموضوع مش هينفع فيه اي اختصار. حضرتك كشفت على جثة الجميل، كتبت في التقرير بتاعك ان سبب حاله الوفاه هو هبوط حاد في الدوره الدمويه، صح؟ يبقى انت اللي سرقت الجثة. هي فين؟ موجوده في الحفظ والصون. يعني حرامي جثث؟ لا، مراقب حقائق يا دكتور. ويا ريت بقى تسيبك من المواطرات دي وتجاوبني. عايز ايه؟ عايزك تجاوبني يا دكتور، انت فعلا اللي كتبت التقرير؟ ايوه حصل. وكان ايه سبب حاله الوفاه بقى؟ انت مش من حقك تسالني، انت مين انت؟ وكيل نيابه ولا مباحث ولا ايه؟ ثانيه واحده يا دكتور، مش ده التقرير اللي انت كتبت فيه ان جميل مات بسبب هبوط حاد في الدوره الدمويه؟ مش ده تقريرك وده توقيعك؟ انت جبتها منين؟ دي صوره منه يا دكتور، موجوده في المستشفى لما قدرت. المستشفى طلبت منه نسخه عشان تحتفظ بيه وتثبت انها بريئه من دم. وانت اخدتها من المستشفى بقى؟ مش مهم اخدتها منين، المهم دلوقتي يا دكتور انت متاكد فعلا ان جميل مات بالسكته القلبيه؟ انا ما اسمحلكش. واضح ان مفيش فايده وبضيع وقت معاك يا دكتور، انا اذنك. لو عندك حاجه قولها للنيابه او المباحث، انا ماليش دعوه. رحت للمباحث وحاولت اكلمه بس مفيش حد مصدقني، قلت اجي لك تاكد لي المعلومه. معلومه ايه؟ يعني هو فعلا انت متاكد ان جميل مات بالسكته القلبيه؟ طبعا متاكد. انت متخيل اني هزور في التقرير مثلا؟ العفو يا دكتور، انا مش قصدي والله، انا حبيت بس اريح ضميري واطمن ان حضرتك فعلا كشفت عليه. يا اجابتك دي يا دكتور وضحت لي حاجات كتير كنت فاهمها غلط. انت ريحتني من حيره يا دكتور. يلا اسيبك ترتاح بقى وامشي انا، ويا ريت ما تحاولش تيجي ورايا. وفين جثة الجميل؟ فهمتها طبعا الحمد لله. انت بتعرفش يا دكتور انت ريحتني ازاي بجد، كنت خايف ان في حد يتظلم بس الحمد لله مفيش ظلم. تصبح على خير يا دكتور.